الو تو الموند، اليوم وصفة تقليدية جواز لوبيا باللحم، سهل للتحضير. في طنجرة حطيت شوية زيت، حكمت حبة بصلة كرفشتها يعني ريحتها طحنتها، حطيت قطعة لحم يعني اقتصادي بقطعة واحدة من اللحم تكفيكم جست للبنة، حطيتها في الوسط دائما على نار قليلة. نقلي مليح البصل مع اللحم، أضفت نصف حبة طماطم قطعتها إلى قطع صغيرة، ملعقة كبيرة من مركز الطماطم، حطيت ملعقتين صغار ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بابريكا، وخليت الكل يطبخ على نار قليلة لمدة 40 دقيقة على الأقل. إذا حطيتوها في لاكوكوت مينوت تأخذ لكم وقت أصغر. في هذا الوقت رحت أنا يا كانت عندي لوبيا مطبوخة يعني اون كونسيرف، إذا ما كانت عندكم متوفرة لازم تشمخوا اللوبيا ليلة من قبل، تخلوها في الماء وثم تغلوها على جنب في كاسرول واحدة أخرى تحطوها تغلي، وتزيدوها تضيفوها في الأخير. طبعا بعد ما تغلي وتطبخ تشلوها بالماء يغلي. أنا هنا وش درت، حطيت اللوبيا، كانت عندي نوعين من اللوبيا حطيتهم في الطنجرة، أضفت نصف لتر ماء يغلي، وحطيت قطع القناوية كانوا عندي في الكونجيلاتور، وخليت الكل يطبخ مدة 15 دقيقة. اللحم هنا طايب زبدة، الفاصوليا طيبة، القناوية طيبة بالخف كما تعرفوا، وثم قدمت في صحن التقديم، وكما نقولوا شهيتكم في الجنة.